نحن اليوم رجعنا على الكورة، بس هالمرة رجعنا بطريقة جديدة لأنه هالمرة في عندي حدا عم يبرمني. هيدي كنيسة أو شابيل القديس مار نهرة، معروف أنه شفيع العيون، أمراض العيون. كنيسة كتير صغيرة، حجر، تاريخية، موجودة بقلب كفر عقا. هي كانت شفيع هيدي المنطقة. نحن روح لبنان، الفكرة بلشت لأنه نحن منحب لبنان ومنحب نشجع السياحة الداخلية. في كتير أشخاص بيسافروا لبرا بس ما بيعرفوا أنه لبنان غني بالطبيعة، غني بالأكتيفيتيز، وأكيد بالأكل. نحن طلعنا بهيدي الفكرة منساعد الأشخاص يحضروا كاستمايز تريب حسب هن شو بيحبوا، وأكيد ضمن البادجت تبعهم. أنا كريستين، هي إليان، وبعد معنا صبيتين. ناخد العالم يروحوا على لبنان ويشوفوا لبنان ويحسوا بيروح لبنان. إذا كان مغترب من المطار للأوتيل لكل شيء، الريستورانات منحضر لهم بلان من الترويقة للعشاء مع النايت لايف إذا بيحبوا يكتشفوا. كاستمايز تريبس على ذوقهم على القد، وأكيد ما رح يكونوا إلا مبسوطين. خمسين متر بعيد مشي عن كنيسة القيامة، سناك جوني، فاميلي بزنس صغير، بيعملوا معجنات، ترويقة، غدا، بيتزا، غير شكل. سناك جوني بكفر عقا، كانت رؤية القيامة من النهرة، ونعمل يعني زعتر، جبنة، بيتزا، ولبنة، والأمور هيدي تبع الفرن. كده وانت بتميز. نحن ما فينا نحكي. سكر، وفيك تحط لها سمنة. ايه؟ بس نحن ما نحط سمنة، بس سكر وزيت زيتون ولا زبدة، بنحط لها بس زيت زيتون وسكر. حصولة يعني؟ ها. سكر من جوا ومن برا، من جوا بقلبه بنرجع نلفه ونرجع نحط لها سكر من برا وزيت. بقليه هلسي بلا يعني بلا سمنة يعني على الطريقة البيتية. ايه هلا عبدويق بتشوف انه ما لما نحط زبدة ولا شيء، لانه بتعرف الزبدة بهالايام والسمنة اشبال لها تجي، وزيت الزيتون معروف. العجينة ريحتها حلوة، سميكة بس ما بتعرف ريحتها، طحين، ريحتها خميرة، بترفخ مظبوط. لأنه بحطها صينية حديد ولأنه بحط لها شوية زيت، بتقرمش شوي من برا،
بتلمع وشوي بتقرش، جوا بتكون كتير طرية وما بتحترق لأنه ما ضربت بقلب الفرن، ما بتحترق من برا وبتاخد وقتها تنطبخ مزبوط مثل كأنكم حاطين كبة بالفرن، ومن جوا طرية رافخة ما بتعلق، مكوناتها حلوين. هيدي شو؟ هيدي عجة بقلب العجين، بتنعمل طراف كلمة حاطين حط بيض بالنص، البيض تا ينفخ كتير لازم ينحرك، بعد ما يتحرك مزبوط بيرفخ وبيصير جوا هيك كله هواء مثل كأنه حطيته عجينة وحطيته لخمير، شوية لبنة أكيد ودايما. عظيمة 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 عظيمة. جبنة وجامبون تشيك، الشانكليش تشيك، البيض روح، والزعتر محمصة منيح وشربانة زيتاتة على الطرف. جام عائلته بيستقبلوكم، فرن جديد ما صار له كم شهر، بعده على انستغرام مقلع، اسمه جوني، مع منظر رائع من تنمال. شوي الهوايات اليوم ما ساعدونا فقعدنا هون على الطرف، عندهم منقوشة بيتية هو عائلته، فاميلي بزنس. العجينة بتقلب بسكوي، بتشرب السكر بتشرب الزيت، بتعدم شوي سكرات من فوق بيضلون هيك يقرقشوا شوي تحت السنين، من جوا الزيتات بيعطوها الفرق بيقلبولها لونها. شغلة شغلة كتير كبير تتاكل فريش طازة وما بتسألوا على الكالوري. ترويقة غدا عشا بيستقبلوكم هون، منقيشهم طيبين، صحن اللبنة، صحن الحمص، القعدة الخفيفة، وأهم شي هلا بالآخر البيتزا. شكل البيتزا بالفرن بيموت. حبيت كتير فكرة الحديدة، ذكرتني بدومينوز أو بيتزا هات أو بالمحبة أو بشغل البيت، يعني الحديدة أو الصينية اللي هي بتخلي الأشياء تتخمر مزبوط تنطبخ مزبوط بلا ما تحترق، ومش يلا على السريع. والفرن عنده منه حيالة فرن، الفرن عنده هو فرن من نوع غريب كمان، النار من تحت النار منا من فوق، ما بتكب من وين مكان مثل فرن البيت، بتجي الحماوي وبتلف حواليك كلها سوا. منقوشته ما بتشبه ولا منقوشه لانها معموله مع نفس بيت بالفرن السبيسيال بالطبخه السبيسيال، وصار وقت البيتزا. شكله حلو ومجهول صح، شكله حلو وكريمه، عجينتها حلوه ترافق، رقاقهم حمصين، جبنة كتير، جامبون، صوص طومات، بلاتون، مشروم، بيتزا لبنانية الأصيلة، بيتزا بعد المدرسة، بيتزا الفرن، بيتزا التيتا، بيتزا البيت. وهي العجين اللي على الزيتات اللي بحطون فيها بتصير تزحط على الشفاف، هذا شيء كتير طيب. Very good. Very, very good. أنا بكون جوزيف جبور دونتيست، الكنيسة بلشت الأساسات والحجر الأساسات بالألفين ومستمر فترة على فترة قطع مرتبطة بالأحداث عم بتصير البلد، وبمعونة ربنا والرعية والمحسنين من مغتربين بالتحليل هن القائمين بالقسم الأكبر من إتمام هالكنيسة، وصلنا لهالمرحلة نشكر الرب. وسأقدم مشوار طويل ولكن
محبة أبناء الرعية والخيرين إن شاء الله بأسرع وقت من هي من الداخل ومن الخارج. الكنيسة هيدي على الأرشيتكتير تبع الفن البيزنطي التقليدي، الأبي بتواضع هي نسخة عن كنيسة آيا صوفيا باسطنبول، المهندس المعماري هو عبد الله غنطوس. الكنيسة مساحتها بحدود 2000 متر مربع أرض الكنيسة، بتساع على المقاعد 1000 شخص، الطابق السفلي والبلكون بيساعده بحدود 500 شخص. كنيسة جميلة جدا، هذه بتغطي حاجات أهل الكورة كلها مش أهل الفرعقة، لأنه إجمالنا كلها كنيسة قديمة وتبقى عدد المؤمنين يعني 100-200 شخص أو 150 شخص، ولكن هذه بتساع 1500 شخص هني قاعدة على الكراسي يعني، وهي فخر الكرسي الانطاكي، وبقدر سميها لأنه هي الوحيدة بالهندسة البيزنطية التقليدية جوهرة الكرسي الانطاكي بكل تواضع. بدنا نروح على قصر الناووس. يلا روح. اول شيء بعرفكم على حالي ريمون معتوق، وهلا كنتوا بالشربين ومدخل ضايعه من هون الاساسي، وهلا بدنا نروح على عنعكرين من هيدي الطريق. اوكي يلا نمشي ورا بعض. بيقولوا له قصر الناووس، ولكن هو فعليا كومبلكس معبدان، وكل معبد في حوالي سور مع مدخل. هودي بيرمزوا لتعاقب الحياة والموت. عم نشوف البيضة بترمز للحياة دايما، وعنا هيدا يلي بيرمز للموت، فحياة موت حياة موت، تعاقب الفصول كمان. نحن هلا بالشبين وصلنا على مشروع فريشز.
نحن عم نحكي عن فريشز يلي هي أسسناها من حوالي السنة ونص سنتين مع بداية الأزمة تقريبا. فريشز هي خلينا نقول هي مؤسسة فيها جزئين، فيها الجرينز يلي هو عم بتشوفوها البروجي الزراعي، وفيها الجوديز. الجوديز يلي هو المونة. جربنا كتير طرق زراعية وكنا رحنا من الأساس، أنا بحب الأشياء الإيكولوجيك، فرحنا على بلانترز هني مصنوعين من البلاستيك والنايلون الريسايكلد، وعم نزرع فيرتيكل. بهالطريقة منكون عم نوفر مي وعم ناخد إنتاج أكتر بمساحة قليلة، وحتى العمال معنا عمال كتير، يعني كمية شغل قليل حتى. لا نرجع للأساس ونختصر، جربنا كتير زراعات ولكن الأساس يلي هلأ موجود عنا هو الفريز. في عنا نوعين، في عنا الألبيون الأمريكاني وفي عنا سان أندرياس الفرنساوي، وهلأ عم جرب نوعين جديد بلشت أزرعهم كمان. هاي عندكم اشياء لذيذه، حبيت البراندنج تبعكم، كيف هيك خزقينا شوية واحد يقدر يشوف شو في جوا، خاصه بتبين بقلب الكبيسات، خبرينا عنهم شوي. مزبوط، هيدي الفكره يعني هيك عن بعيد بتقدر تشوف شو في بقلب المرتبان من دون ما تقرب بتشوف شو مثلا هون مثل المربى. عندك مربى الفريز ومربى الكرز ومربى التوت، هولي كلهم نفس اللون، فبتطلع عن بعيد بتشوف شو في بالمرتبان، بتحذر اذا بدك. شو هن المنتجات عندكم هون؟ عم نشوف هون زعتر. صراحة بلشنا بالمونه من شي سنتين تقريبا. اوكي. بلشنا بشراب التوت وشراب الورد. بعدين اذا بدك زدنا البرودكت تبعنا، بلا ملونات، صار عندنا تقريبا اكثر من 20 برودكت. هلا في قصص نحن بننتجها مثل الفريز، انت بتعرف انه عرفت دجا انه الفريز نحن بنزرعه، هو من انتاجنا. في عنا البيستو صوص كمان، هلا بدك تذوقها لانه انت اول شخص لكن رح بتذوق البيستو. لكن اليوم ريمون بيزرع وانت بتعلبه. اذا بدك هيك. اول شيء المربين عبى هيك فتح مزبوط، سمعت صوته كان مضغوط. هون عنا شيء طري لونه كتير حلو، عجبتني الخبزة لونها حلو كمان، هات نجرب الخبزة مش من انتاجنا بس. هلا عفيقة التوت، في كتير عالم بيقولوا لي انه كتير طيب، اطيب شي التوت. يعني لاحظت انه السكر قليل او لا؟ لاحظت انه حموضته رائعة، كأنه قطفته التوتية هلا، سكر خفيف، حبة حد التانية مش معسة وملخصة، كتير طيبة. وما بعرف خبزة من وين بس الخبزة طيبة كتير. هيدا الزعتر منه الخلطة العادية الطبيعية اللي بتشوفها بكل المطارح، هيدا محطوط فيه زبيب ومحطوط فيه دامة صفرة. زبيب يعطيه، طلع لك زبيب نكتر سويتنس بالآخر، unexpected بزعتر، يعني كأنه عم تاكله بلوبري بريد مع زعتر. رح تبقى سيربريز، مش عم يخبرونا الخبزة من وين، بس كتير كتير طيبة. بس الفريز اللي عليها أطيب. تنقدر نفل من هون. عن جد فريز طيب. الحلو فيهم أنا كلهم فيهم حمودة كتير حلوة. الحمودة بتسبق الحلاوة أو السويتنس، يعني بتخليكم تحسوا بالفواكة أكتر. جورج الخوري، استاذ ثانوي، استاذ فيزيك، معلم بثانويه اميون، وعندي الرسم مثل ما انك شايف هوايه، بحب الاشياء القديمه كتير، ارجع جددها
يعني اكيد مش انا بذكرها يعني، بس بسال الختيريه كيف كانت الشغله، برجع برسمها من جديد. وهي 03 436 907. شغل ياس لحوش. الشباب هو بيكتب شعر منيح وعنده نيات الاشعار يعني. عاد ارتاح ارتاح يا بيي. يا صاحبي علي عصا وصار يرجم درب مهري بالحصى، وسنين عمري بيكتافي تعمشوا قول هيك حالي صرت عم بحمل عصا. حلو. قديش عمرك؟ 98. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. مهما يا صاحب كبرت الشيبي براسني براسنا لتعدها عيبي، العيبي إذا بتشوفني سراء وكل همي تنتلي جيبي، العيبي إذا بتشوفني بالله وميت ضميري وفاقد الهيبي، العيبي إذا بتشوفني نقناء وعامل على جاري ألف تركيبي، العيبي إذا بتشوفني من داء وقاعد خمول وناطر الميسور وبمد إيدي عدها عيبي. قالوا يا ميخا ليش بتغض النظر لما بتبقى مارق بهيك الطريق، جاوبتهن فزعان ع قلبي خطر خايف عيونه تشعل بصدري حريق. قالوا يا ميخا ان الزلمي معتبر وبهيك حالي موقفك موقف دقيق، واكبر مصيبي عليك لو شاع الخبر وقالوا كبير وبعد في عنده عشيق. جاوبتهن يا ناس شو خص الكبر، ما زالني بقلبي فتى وجرحي غميق، وبين الفتى والشيخ في ذات الوتر، والحب واحد والنتيجة واحدة وهالنار ما بيهمها جديد وعتيق. ضيعتنا فوق التلي عالكورة الخضر مطلي، شباب الفيها فرسان بناتها كلن غزلان ومناخبش في العلي، وبالصدفة لو زار ضيف خصوصي بأيام الصيف بربوعة بيطبلوا الكيف وبيقلك لو قلنا هون القعدة بتسوى ثلث الكون ما بكون السعر مغلي. ضيعتنا بالشتوية فيها العيش مرضية حد الموعد ليلي، تتجمع أهل الحارة على القهوة والسيكارة وعسير الزينة وفلي. قال له هيدي تبعيت لأخوارني صاروا كهان، انقلبوا عليك وصاروا كهان. ما يلي أنا حكي ما أنا لألك ما علي أشي أقول أقول بس حلوة وقولة ولو كان مش لألك. يا
يا خالق الدنيا للإنسان بكلمتك هالكون كله كان، ورسمت فيها خوارني وأحبار نقلبوا علينا وأصبحوا كهان، ورسمت فيها خوارني وأحبار ورسلتهم بين الذئاب أخيار، خالفوك وأصبحوا أشرار وصاروا يغتلسوا عمال الناس وهانوا الفقير وبهدلوا الجيعان، صاروا يغتلسوا عمال الناس وبالظلم جمعوا من الفلوس كياس، ما لن شعور وعاطفة وإحساس، تركوك يا بار الورى تركوك وعبدوا الإله الأصفر الرنان، تركوك يا بار الورى تركوك وللشعب عملوا بالديان شكوك، لأجل الذهب يا خالقي عادوك وعطريق الغطرس مشيوا وصاروا ذئاب وبددوا الخرفان. يا ابني سير على درب النزاهة وشيب المرجل يشر وأذاها، وعند طلوع خلقك يا بني اوعى تترك لنفسك مداها، مدوى مكون أخلاقك رضية وكرم ميمتك واطلب رضاها، وإذا شي يوم شفت لك صبية بتضحك والضحك طبعة وهواها، لا تنغر فيها يا بني بلاها ولا القلب يحمل بلاها. هذه قيلها نام بكير وشوف بكير وقوم بكير وشوف الصحة كبير، اغدي من قبل العصفور لف وحذر جوادي وعي العامل والناطور، وعلى الحقل امشي دادي ازرع ارض افلح ارض اللي عندك منبور، ذاع التلي والوادي بعد الظلم بيشرق نور وبتشرب كاسات الراح، يا فلاح بدر وفلاح من بعد الجد بترتاح، نام بكير وقوم بكير بتشاهد يوم الافراح. ضلك بصحتك. الله يحفظك وإن شاء الله نرجع نصور معك حلقة تانية وثالثة ورابعة بعد 10 سنين. هل معقول أولك؟ ليش لا؟ العمر محدود أنا بعتقد هيك. الله يخليه الله يخليه، يا ريت ربنا بيعطينا نص عمره ونص عيونه وذكرته. أنا اليوم صرت عم بنسى شو أكلت مبارح. سبحان الله جيل قديم، الله يخلي لنا اياه ونتعلم منه. قبل ما نفل من الضيعة طلعوا المنظر، منظر كأنكم قاعدين بهليكوبتر بمد من أول البترون بيلف على عكار صغرتا جبل طرابلس و all the way على الأرز. اللي قاعد على البلكون هون عنده يمكن أحلى فيو بلبنان. عم تحسوا معي؟ هلا أنتوني خلصنا الشدبين قصر الناووس فريشيز ورايحين على سيفن كليفز بيك فرقاهل. Let's go. Thank you.
هلو أنتوني، هون بكفر آهل سيفن كليفز، عنا أرض كبيرة فيها شجر مسمرة عمرها 50 سنة ومئة سنة، من رمان لبيكن لتوت عناب، وأكيد بنزرع كل شيء نعنع وحبق وهالأشياء ومنستعملهم بطبخنا. فالمطعم هون منفتح الساعة 10 الصبح، منقدم ترويقة بلدية، بيض فخار صاج زعتر كل هالأشياء اللي إجمالا بتطلع من الأرض، سماء عنا بيطلع بالأرض، زعتر كمان، حتى بيض عنا بيض بلدي، دجاجات ربينين عنا، عنا عم نربي دجاج، عم نربي خواريف، وبلشنا هلا بالبقر، وحتى عنا نحل، وهيدي ميني فارم إذا بدك تنستفاد من المواد تبعونا. فتنا دغري على المطعم، فكرت انه عندكم بس مطعم، طلع مشروع كتير كبير وهلا يعني وبعده مبلش اون ذا واي، صار له بس 6 شهور. صحيح. مطعم فيه زراعه، فيه للاولاد اكتيفيتيز، بلاي جراوند صغيره، مزبوط، فارم، فيه في فارم عم هلا الفارم عم نرتبها نظبطها، جيست هاوسز 4، اوكي، كومن بول للمشروع كله، كامبينج جراوند كمان 40,000 متر مربع، ان الله رات فيكم تجوا تعيشوا فيهم. صحيح صحيح أسابيع. صحيح مزبوط، ونحن اول ناس عم ندلكن عليه، ويلا من هلا لا سهلة. صيفيه الجاي بيكون بلش يخلص اكيد. شميت شي ريحته حلوه، عازمين عشاء هون. صرنا تحت السنوبرات، هيدي الاكستنشن الجاي تبعت البروجكت. هالنقطه قديما كان يسموها المعصره، ما بنعرف قد ايه عمرها هالصخره، هي صخره كان يعصروا فيها عرق، هلا ما نضيفه ما حيبين التفاصيل، بس هون هو بيعصروا العرق كانوا. اذا بتشوف الصخره منحوته بشكل انه العرق بينزل بشر هون، وهون كانت تبقى الكركه، وبينزل بيولعوا النار من تحتها، وهيدي كلها حتترمم تتجدد، وحيكون فيها مثل ديزاين مي ينزل فيها تا يذكرنا بكيف كانت العصاره. في عنا كذا نقطة للكامبينج، تحت على الوادي على الشجرة، هون سبوت اللي هون، ولقدام إن شاء الله بدنا نوسع هسه كمان شوي. عم نستصلحها هلأ لشقفة الأرض تتصير معنا باركينج وبلس أشياء جديدة. جلول كلياتهم عم نظبطهم نستصلحهم، زرعين شجر أفوكا. المنطقة اللي هون إن شاء الله عم نشتغل عليها لتصير فينيو عرس. روم 1 روم 2 كونكتينج دور بين بعضهم وبيسكروا طبيعي، كل وحده تخت شبينه كاوتش تلفزيون وحمامين كثير رائعين. طيب اللبنة طيبة،
البيت. طيب برزنتيشن حلوة، صحونهم حلوين، مش بس أرض كتير كبيرة وعندهم الفيرم والزراعة وإلى آخره، عندهم مطعم ترويقة غدا عشاء. الراهب يخشين أكلتهم طيبين وفيهم نفس أكل لبناني. اسمه الياس، ما بحب يتصور. فت لعنده على المطبخ غصنا عنه واكتشفت انه الجريل كتير ابيض وكتير نظيف وبيشتغل وبيحب وبحنان وحمسني وحسيت اني رح اكل من طيب. 20 سنه عند ميكينج والجريل ابيض. طيب شو بياكلوا عندك؟ ساكو برجر؟ لا لا انا عندي اختصاصي بكل ساندويتشز شيء صبيت كل شيء صبيت. اوكي سبماني لبناني عندك؟ ايه عظيم. كل شيء صب عندي. اوكي يعني انا عامل تشيتشي كريستي. طب على ذوقك رح ذوقني شغلتين وحاسس انه طيبين. سبحان الله مكتوب ينقرا من عنوان على الفوطه. هيدا ساكو خبز طازة مسخنة بقلب الفرن طرية واضحة محشية خبز أقل من الحشوة. طعمة خفيفة نظيفة نوستالجيك طفولة ساندويتش أيام مدرسة خفيف نظيف مثل ما لازم يكون بلا تفلسف وبلا تشدر وبلا عجرة. الطعمة اللي عم تبقى بتمي كتير طيب في طعمة سويتنس حلوة كتير. خبز الفوطة على الفرن بحمصها. واو جبنة مايونيز حار خضرة حموضة. لك شو هالنفس شو هالنفس يا ساكو. واو ديليشس
ريليجيوس. اكيد لازم اعطيهم فينا كلها وحده. ايه اكيد ما عنده ساندويشات بقى سكر اليوم. تريبل اس سبيشال سبايسي سام. سبايسي جوسي. الخضره مش معقول الخلطه اللي بيعملها اللي بحطها هون مع صويا صوص مع حار كتير حلو خلطه مع خس الخلطه الغريبه. جيتو ترايا خفيف شو هالحرات مش عم بقدر وقف. والله انت بطل وحيد الله. طيب رائعين كده. انا عارف ليه رح بعمل شي بمير ماني معمول كله عم بيعمل هذا ما له معمول هذا. مش طيبة. أنت ما بتعرف. أنت رايق. قريب على القلب. ناعم. شغلك نظيف. عروي. بلا ادعاء. ولقمتك طيبة ونفسك نفسك عم بيطلع حب من هالإيدين. بتعرفهم كل هول؟ هلا يمكن هيدا سر نجاحنا ما بعرف. الله قوي. مكونات خفيفة نظيفة سعر منيح ومدروس. الخس عم بقصة دغري البندورة بقصة دغري بغسلهم بإيده. هو قاعد بعالمه حتى المشلة وبراده وصور القديسين. الله يقويك. شو هنأكل هلأ؟ هذا عيدي فرانسيسكو. فرانسيسكو ما معمولي وين مكان بس هلأ بدو انك طبعها غير شيء. وهيك مخلص مش عم بقدر وقف معنا اكل كتير اليوم بس ما عم بقدر وقف. كل شيء عم باكله طيب. حشوة كتير مهمة كتير كتير مهمة. الطريقة كيف بحط فيها الخس البندورة. نوعية المايونيز. الدجاج مش منقوع بشي. هيدا رجع لعنده. هيدا سناك رجع لعنده. أكيد يامي. اكل مسكي كراميل ولوتس شوكولا ولوز وحليوي واوريو وقشطه وقشطه عربيه وراحه نسكافيه وفانيلا ومانجا وفريز وحامض وكوكتيل وافندي وكوكونات وتوت وبابل جام وشمام وورد وافوكا وحمض ونعنع. اكلنا شربنا ضحكنا تسلينا وقضينا نهار كتير حلو. بلش على الساعه 8 وهلا صارت الساعه 4 وبعد بنعمل كتير اشياء. اخر ساندويشات روعه ولازم يكون ختامها مسك مع بوزه مش بس على قشطه. دوقني المسك امبارح رح وقف اكل قشطه بحياتي. بوزة طعمتها حليب طازة كأنه حلبنا البقرة. هلأ المسكة وتمخيطة المسكة رائعة
مش معقول. دليل ديل كتير طيبة كتير مهمة. وسط القلعة طلعك عم تدوب لأنه ما فيها preservatives. سوبر فريش هندي ميز. طيب نرجع نعمل overview عن النهار ومنودعهم للصبايا الثلاثة برجع بذكرونا إذا بدكم تعملوا زيت البارمة and follow our steps كيف بتصير الأمور. من هون بلشنا من هون رح نخلص تعرفنا على الصبايا روح لبنان بسطنا كتير قضايا نهار كتير حلو. خبرونا شوي شو عملنا اليوم باختصار نرجع نذكرهم. أنتوني إن شاء الله تكون بسطت معنا. اليوم قضينا نهار بالكورة بلشنا من هون نكفر عقا من حد كنيسة القيامة وسناك جوني. رجعنا انتقلنا على رشد بين شفنا قصر الناووس وتعرفنا على فريشيز الجاردن مع المونة وانتقلنا على كفر آهل على سيفن كليفز بعدين على كفر حاتا عند سناك ساكو وكتير ان شاء الله تكونوا انبسطت معنا. احنا كتير كتير انبسطنا برفقتك ومنشكرك انه رجعت برمتنا وجبتنا على بسط القلعة. بس بعرف بهالمناسبة عم بقول انه انا كنت نسيهم كلهم وما حفظت ولا اسم ضايعة وهيدا الزلم الكبير بالعمر يلي تعرفنا عليه حافظ كل الشعر ومش ناسي شيء يعني عقبال ما يمكن كترة النقيش الزعتر لازم كترة. يلي عقبالي يقضي نهار مثل اللي انا قضيته بيتصل فيكن؟ يس بليز بيحكينا على تيك توك ولا على انستا. منقدر نحضر باكيج بكل لبنان مش بس بالكورة from accommodation لأكتيفيتيز لمحلات اكل ومحلات سبيسيال تاريخية جديدة شو بتحبوا based on your budget. لكن روح لبنان تعيشوكم روح لبنان وهيك بيخلص نهارنا بمنطقة الكورة. أكلنا انبسطنا تسلينا وانتو فيكن تعملوا زيت شي تقضوا نهار انتو وعائلتكم. واحد ما بيقدر يحب وينغرم بشي ما بيعرفه. ما فيك تحب بلد ما بتعرفه ما فيك تقول عنه أحلى بلد بالعالم إذا ما بتعرفه. حبوا لبنان تقوا فيه تحسوا فيه كونكت. وشفت حالك وقميصك وشفتوا نهار معي شو بيكون فيه يعني انبسطت فيهم كتير بياخذوا العقل. اذا عبالكم تبرموا نهار مثل اللي برمونيه اتصلوا فيهم وهن بيهتموا فيكم دقائق زاد مثل كانكم عم تشتغلوا مع شركه عالميه بس ببلدكم باحلى بلد بالعالم ان كنتوا لبنانيه او جايين من برا. يلا سي يو سون باي باي.